قولي لنا السوشيال ميديا ودورها في مرجال الاعلاميه الجديده، بعيد عن اللي انت بتعمليه فينا يعني. يعني حاضر، ابارت اوتسايد مش وبتاع هبتدي يعني. بالقصه دي، من عيوني من عيوني، هسيبها للاخر، هننهي بيها، هنختم بيها الحلقه. ماشي. والله قصه السوشيال ميديا في اي مهرجان عامه، وبالذات في مهرجان العالمين الجديده، هو الدور الاساسي والكبير، لان هي دلوقتي الماسس كلها او معظم الناس على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك طبعا. فده الجول الاساسي، اللي احنا نعمل اوانس لجميع الفئات ولجميع فئات وجميع افراد العائله، مش أيوة. بس الصغيرين، لا، في موجود جين زي والميلينيز والكبار والجراند بيرنتس، كل الناس. وده دور السوشيال ميديا، مش بس اللي احنا نعمل تذاكر، لا، هو في توعيه للسياحه وتوعيه للديستنيشن والمكان، مهرجان العالمين الجديده والعالمين الجديده كمكان اوفر اول، بكل الانشطه اللي بتحصل جواه. طب عايز اعرف منك بقى الفيدباك، يعني تجاوب الناس واستقبالهم للماتيريال اللي بتتعرض عليهم على السوشيال ميديا فيما يخص العالمين الجديده. ممكن اتكلم برضو شويه ستاتستكس بسيطه. يعني احنا من 1 جولاي لغايه 31 جولاي، ريبورتس بتقول عندنا 55 مليون امبريشن، وده مش بس في مصر، هو في الوطن العربي ان شاء الله. وكمان في لندن. وده حاجه لوحدها هايله، لان احنا كنا متوقعين السنه اللي فاتت كان موجود في مصر ودبي والسعوديه، السنه دي توسعنا بقى فيه يعني كتير جدا، 17 مليون ووصل ل 30 مليون كمان. حاجات امبريشنز موجوده جايه من اليو اس، من امريكا، ويونايتد كينجدم، من يو كي، من لندن. فبالتالي واضح التوسع. وانا شفت كمان في مؤتمر لسياده وزير السياحه وكمان عمرو الفقي، كانوا بيتكلموا ان مهرجان العامين او العالمين الجديده موجود فيها، او الساحل عامه موجود فيها 107 104 جنسيه. ايوه مظبوط كده، 104 جنسيه، وده باين عندنا على السوشيال ميديا بالطبع. فدي حاجه، دي حاجه هايله، دي حاجه في منتهى الجمال، ان انت بتتكلم 55 مليون تقريبا بتتكلم في نص الشعب، يعني ما يعادل، طبعا في جزء منهم من خارج مصر، بس انا بتكلم ما يعادل تقريبا نص الشعب المصري. فدي حاجه هايله. مظبوط. طب انا اللي فارق معايا قوي والمهم عندي قوي اهم الجين زي بقى، يعني هم دول اكتر ناس انا نفسي يبقوا شايفين اللي بيحصل هنا، لانه دول التعداد الاكبر من شعبنا. احنا بنتكلم تقريبا الشعب المصري 60% منه اقل من 29 سنه، حوالي 36% منه اقل من 18 سنه. فده اكتر، او دي اكتر شريحه انا نفسي، انا بكلمك على يعني بعد شخص، نفسي يبقوا شايفين اللي بيحصل في العالمين بصراحه. حقيقي هو اللجنة المنظمة برضو ليها دور كبير في ده، لأن معظم الأنشطة اللي حاصلة هنا، مش بس بعيدا عن السوشيال ميديا وتيك توك، وتيك توك هو اللانجوج دلوقتي بتاعت جين زي أند سو أون، لأ، وسوشيال ميديا، بس هو كمان اللجنة المنظمة ليها دور كبير في ده لتنوع حقيقي. الأنشطة، الأنشطة اللي موجودة هي مش بس للكبار، مش للبيرنتس بس، لا، هي موجودة للجين زي، في حاجات كتير قوي للجين زي، في حفلات كتير كاتيجوريز بتوعها ارتست مخصوصين، بالذات اللي جايين الأسبوعين اللي جايين كمان دول، كلهم يخصوا جين زي. فبالتالي في تنوع. طب ما تدينا شويه حاجات كده بقى الاسبوعين اللي جايين، ايه اللي هيحصل فيهم؟ طب كل اللي جاي ده فيه فوق ال 14 ايفنت، فانا مش عارفه امنشن ايه ولا لا. قول إيه لنا، طب قول لنا حاجه من ال 14. ممكن انا بقى المذيع دلوقتي واسالك انت حابب تحضر ايه الاسبوعين الجايين؟ لا انا بصي، انا حابب احضر كل حاجه. بصي، هو الفايبز هنا بجد والله، الاجواء هنا ايجابيه جدا، يعني تخليكي تبقي مبسوطه. كفايه ان انت امبارح مثلا انت عندك حفله الهضبه، حقيقي. وعندك مسرحيه سندباد كريم عبد العزيز، انت الاثنين مليانين، الاثنين كومبليت، يعني تحسي ان الناس هنا كل واحد عايز حاجه هتبسطه هلاقيها موجوده. فانت حقيقي. فكره ان انت ماشيه في الشارع لاقي الناس كلها مبسوطه وسعيده وكل واحد عارف ينبسط، دي في دي بتخليك انت وانت ماشيه تحسي ان انت مبسوطه وفخوره ان انت جزء من الموضوع ده بصراحه، تخليكي فرحانه يعني. حقيقي. كمان اي حد هنا، اي فرد هيحس ان هو هي بيلونجز تو سموير. صح. يعني لو انا صغيره في حاجات اعملها، لو انا بحب السبورت، في باسكت بول وفي فوتبول وفي فولي وفي بادل وملاعب بادل مفتوحه في الفيستيف اريا، لو بحب الانترتينمنت وحاجات ليها علاقه بالسيرك، فوزاره الثقافه جايبه كل يوم بالليل ايفنتس بتحصل بالليل من 7 للساعه 11 بالليل لجميع افراد العائله، لو الاطفال الصغيره والامهات والناس اللي عايزه تحضر حفلات. بما اننا بنتكلم على الاسبوعين الجايين، في ناس كتيره قوي، بس في ويجز وفي كايروكي، كل ده ناس كتير قوي ايجز مختلفه بيحبوا يحضروا لهم. فده بالنسبه للانشطه اللي جايه، ده جزء منه صغير، ده غير ريفيت اب بقى وحاجات السباقات العربيات والمسرحيات والحاجات الثقافيه. طب قولي لنا حاجه شويه عن سباقات العربيات. والله سباقات العربيات انا بحب الموتور سبورتس، لو هنتكلم حته بيرسونال بقى ملهاش علاقه بالسوشيال ميديا خالص. امبارح حضرنا ريفيت اب، كان حلوة قوي قوي قوي، ادرينالين رش مش عادية. اظن الزحمة اللي كانت موجودة كانت مبينة كمية الشباب كلها اللي في الساحل واسكندرية، وفي ناس جت من القاهرة مخصوص عشان تحضرها، فموجود كمان النهاردة وبكرة، وبشجع الناس تيجي تحضرها.